السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم، مرحبا بكم مره اخرى في قناتي، قناه احلى الوصفات مع انجي. اليوم درت معكم بريوات بالكفته وبالخضر. ممكن تكون غير خضر بوحدها، ممكن ديرهم مع بعض، كتجي الحشوه غزاله لذيذه بزاف بزاف بزاف. يعني جربوها، غادي تعجبكم اكيد اكيد. تتبعوا معايا كيف درت الحشوه. كناخد معلقه ديال الزبده، واللي ما كيديرش الزبده ممكن يدير زيت، غير انا ما درتش، ما نفضلش زيت زيتون في هذه الحاله، نفضل غير زيت عاديه يعني. وكنزيد البصله، ديروا بصله كبيره ولا على حسب شحال غادي ديروا، ماشي مشكل يعني. لا يعني ما كاينش واحد العبارة محدد بالنسبه للخضره اللي غادي ديروا. المهم هنا انا درت جهد البصله وحده اللي درتها كبيره شويه، غادي نخليها فوق النار مع الزبده حتى ترخى، وعاد غادي نزيد ليها الجزر اللي مبشور على طريق طويله، ماشي محكوك رقيق بزاف. هانتوما تشوفوا، غير هو انا كنعطي كل حاجه حقها في الطياب، يعني البصله هي الاولى حتى الطرخه، عاد ندير الجزر او خيزو. ما نبغيش ندير كل شيء في مره، باش كل حاجه تاخد حقها في الطياب كيف قلت لكم، على حساب كل شحال كل حاجه شحال كتطلب. بالنسبه للجزر هالطريقه باش قلت لكم يكون مبشور، حتى هو غادي نعطيه حقه شويه، غنشوفو كيطرخ شي شويه. غادي نزيد عليه حتى هو الكوسه او القرعه خضراء او الكورشيطه، غنزيد لك كورجيت لي تاي حكيتها هكا كنيت بنفس الشكل. انا كنعرفوها هي دغيا كطيب، ما بغيش نديرها من الاول وما تبانش قدام البصله، وغادي تبقى البصله حيت شفت بزاف ديال الاخوات اللي كيديروا كل شيء في مره، مي انا كنفضل هكا كل حاجه تاخذ وقتها في الطياب. انا غادي نشحرهم هكايا، نخليهم كيتشحروا، نغطي عليهم حتى يترخاو شويه، كيطيبوا في ماهم يعني بوحدهم حتى ينشفوا. وغادي نزيد عليهم شويه ديال الكفته، الكهكشه كي ولاو ترخاو كلهم، نزيد شويه الكفته، عاود الكفته اختياريه، كاين الناس اللي بغيوها كاين اللي ما يبغيوهاش، يديروا غير الخضر بوحدها. على فكره هاد الحشوه انا درتها قبل في الكرواسة، ولكن غير هكايا يعني ناشفه. كندير دابا فاش طابت الكفته عاد كندير البهارات، كنبدا بالملحه طبعا، ندير حساب درت الملحه شويه كثيره على حساب الكفته، لان الكفته ما فيها حتى شي حاجه. غادي ندير كمون، كنعرفوا بان الكفته ضروري كتبغي الكمون يعني. وبالنسبه للبهارات يعني اختياريه حتى هي، شوفوا نتوما البهارات اللي كيحبوا ولادكم، اللي كتبغيو نتوما، اللي كترتاحوا فيهم في اكلهم هما اللي ديروا. انايا هادو العاديين يعني كمون تحميره، غندير شويه ديال البزار، واكيد غندير الحار، انا كتعجبني الحشوات اللي كيكونوا حارين، مالحين يكونوا حارين، لكن مع ذلك ماشي حاره بزاف. وكيف قلت لكم نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتوا، تقدروا ديروا الكيوري، تقدروا ديروا الزعتر، تقدر كل واحد وشنو تيعجبو لكم باش ينسم. انا بغيت نديرها عاديه ان شاء الله. هذا البزار اللي كندير دابا، غادي نحركها شي شويه،
غادي نزيد لها فرماج. بالنسبة للفرماج هذاك اللي عندكم، يعني فرماج دوك المربعات او فرماج مثلث، انا غندير هذا مثلث فرماج. نحرك بعدا الخضرة باش هذيك العطريات تخلط معها مزيان، وعاد غنبدا ندير فرماج. الفرماج كيعطي واحد التعليكة زوينة للحشوة، كيخليها تكون اكريمي ومعلكة، وكذلك لذة، كتكون لذة زوينة ديالها بزاف. كلنا كنعرفوا الفرماج شحال تيكون جيد. العدد ديال الفرماج كذلك اللي حبيتو اللي بغيتو، على حسب نيت الحشوة قداش، وعلى حسب شنو اللي موجود، ماشي مشكل. انايا درت هنايا اربعة ديال الفرماجات اللي غندير. كيف قلت لكم هاد الحشوة انا درتها في بتي بان، جو زوينين بزاف بزاف، وبقالية منها، وداكشي علاش غادي ندير هذا دابا بريوات. غنزيد ليها فيرميسان الشعرية الصينية، غنزيدها عليها وغنديرها بريوات نفس الحشوة، يعني باش ما نضيعهاش. هادشي اللي شاطلي في الحشوة، غنزيد عليها فيرميسان اللي درتها في مرقدة في الماء وقطعتها. غادي نحركها تتندمج مع بعضها، ما غنزيد على الفيرميسان حتى شي حاجه، لان يعني هذيك النسمه ديال الخضر والنسمه ديال البهارات اللي درت في الخضر كافيين ما شاء الله. دابا غنبدا نعمر طريقة، راه كل شيء ما شاء الله كيعرف يعمر البريوات. ممكن يدارو بريوات، ممكن يدارو سيجار او بحال الشكل ديال اللي نايم، ولكن في حق راه جاو لذاذ وزوينين. ممكن يكونوا كيف قلت لكم غير خضر بوحدة، غير خضرة بوحدها، ما كاين ماشي ضروري ديرو كفتة معاها. وانا غنستمر هكا، انا جيت قدام التلفازة كنتفرج وكنصوب في البريوات ديالي، ما قدرش نبقى واقفة. هكا كيجيو غزالين مكرملين من داك الشرفاع ولذاذ، بكل صراحة لذاذ. نتمنى انكم تجربوهم. انا قطعت لكم واحدة، هيا شوف كتجي الحشوة ديالها لداخل، غزالة غزالة كتشهي. نتمنى ان يعجبكم الفيديو، وشكرا لكم.